كنت فرحان بزاف لما تم اختيارين بين سفارة ليكوسيتي زناتا، أول مدينة بيئية في إفريقيا، مدينة كل فرص، مدينة كل تطلعات. أهم حاجة فيها أنها قريبة من البحر، هكا جوج خطوات وعلى رجلاتك. وهاد المدينة أتوفر على حوايج كلهم اللي عزاز عليها، يكون أكثر من 10 كيلومتر ديال البيسيكلاب. إيكوسيتي زناتا مدينة بيئية بامتياز. إلا عطيتك اختيار ما بين بلاصة فيها البحر والجردة، أش عزل؟ البحر أخويا. باين فيل أوتونوم ديجا، أون ماتيار دينيرجي.